السلام عليكم، هلا، كيف الحال؟ تمام، كل شيء تمام؟ الحمد لله. أي بلد أنت؟ من السودان. يا أهلا بكم ناس السودان. شو اخبارك؟ الحمد لله. تمام. وطز نعم، وطز وانت تعال. هناك نعم، عراقي؟ انا عراقي من وين؟ من بغداد. نعم، قول اخ مرتين، نعم، قول احكي لنا عن بغداد. وين بغداد ساكن؟ الأعظمية. اها، بس لهجتك مو عراقي. نعم، اقول لهجتك مو مال واحد عراقي. لا، بنحاول نبسط لك اللهجة بس تفهمني. ايدك تحشي عراقي. ولا بس تتكلم، انا دابا تتكلم باللهجة العراقية. شوكو موقف اخبار بغداد؟ الحمد لله. أي مكان أنت في السودان؟ شبشب وين جات هاد شبشب عاوتاني؟ وانت ما تعرف بالسودان؟ نعرف الخرطوم. احنا قريبين على الخرطوم. شبشب دي مدينة ولا قرية ولا؟ قضاء قضاء. راوي. بصفها بال انت بتحب الهلال ولا الخرطوم ولا المريخ؟ حب القمر. عندكم فرقة اسمها القمر. انا عرفت. نعرف المريخ السوداني ونعرف الهلال السوداني. الاهلي لا، السوداني ولا الهلال؟ والله ما نعرف. أنا أشجع ريال مدريد. انت بتشجع ريال مدريد؟ نعم. لو يلعبوا كم ساعة؟ العراق، لو كم ساعة يلعبوا كويت. عندكم؟ نعم، تفضل احكي. ايش كم ساعة عندكم دلوقتي في السودان؟ بالأربعة؟ 4. يمكن بالعراق ايش قد؟ تقريبا فايتينكم احنا بساعة، احنا عندنا 5 دلوقتي. من ورا؟ ها؟ أقول من ورا. ما فهم عليك، والله ما فهمت. أقول مطرة أول عام، خوش مطرة. زيد بسط لي شوي. أبسط لك. ما فهمتك أقول بس. ها؟ دقيقة، هسه أبسط لك. دقيقة دقيقة. يستاهل الدخول. أول مرة كنشوف سوداني مشرمل. أنا أول مرة أشوف بغدادي شكلاً. شلون أنا أطلع من البث؟ طيب شلون أطلع نعم من البث؟ نعم أريد أطلع من البث. تشاو، تهلا في راسك. شرفت بمعرفتك يا السوداني يا شيب شيب. آمن بالمبادئ وابقى حتى الأخير. اسمعني اسمعني يا سيف، صحيح هو مو موضوعنا، بس البني آدم مثل ما يقول لو شو مسوي، لو قاتل أبويا، تمام، أبوي قاتل صدام حسين، الميت شو يقولوا له؟ الله يرحمك. الله يرحمه. فهو مات، أخذ ذنوبه وياه، أخذ حسناته وياه، الله يرحمه. الله يرحمه. فقلت لك يعني هذا الموضوع سكبنا عليه. اطلع. هالحين كيف الأجواء في بغداد؟ يعني الأمور ماشية كويس؟
الأمن، أمور أمنية والله يعني الحمد لله، امان امن وامان وخير من الله، الحمد لله والشكر. بالليل يعني في بغداد بيبقوا الملاهي والمقاهي، ما في مشاكل، لا لا ما بش، ما في مشاكل لا لا ما بش، ماكو اي يعني، مشاكل. الأمور رجعت يعني زي أمور كويسة. ايه الحمد لله، ماكو اي شيء، الحمد لله انه ما في شيء. في شغل؟ في ايوه زين الحمد لله. كلمنا شوية على بغداد، يعني في أسواق شعبية، في كذا يعني الأمور ماشية. أيه. اكثر محافظه واكبر محافظه نورت اللي دشيت حيكم وحي راسكم، بس ثواني نورت اللي دشيت اللي بالانجليزي ونورت يا حسون حبيبي. اكبر محافظه او محافظه الوسطى اللي هي مركز العراق بغداد، اكثر شعبيه بالناس بيها كبيره وناسها طيبه زينين الحمد لله وشكرا. انا اصلا من دياله بس حاليا متواجد بغداد. وأهلك في ديالة يعني؟ ايوه اهل دياله كم تبعد ديالة على بغداد؟ تقريبا نص ساعة ربع ساعة ثلاثة أربع ساعات كذا. قريبة جدا. اي تقريبا انا اقول لك 80 كيلو، 80 تقريبا 70. هي بغداد ما فيهاش بحر، فيها غير نهر دجلة لا بين نهر الفرات وبين نهر الدجلة. ما فيها بحر. لا لا والبحر وين يوجد عندكم في العراق يعني، في الموصل؟ بالبصرة ونجف. البصرة. البصرة هي بلد تمر، معروفة بالتمر يا يعني. ايوه هلا وهلوات ايبين نورتي حيش حراسك ايبين حسون كيف عشان شو شير الازاكم. اي قلت لك يعني البصرة ام التمر، ديالة معروف. ام البرتقال، بغداد ام الحلوات. ما هي الحلوات؟ حلوات يعني نساء مز حلوات. عظيم. بغداد معروفة هي الحضارة على العرب يعني، من قديم العرب كلهم كانوا بيروحوا لبغداد علشان يدرسوا، علشان وكانت دائما هي أكيد. السباقة في التكنولوجيا والسباقة في السيارات الفاخرة وكل حاجة بتوصل لبغداد هي. انا ما احب بغداد لما تطلع وحده صاكه نقول عليها مزه، تمام تطلع تسوي هاي. ولكن عندكم واحد شيء يعني غريب شوية يعني، ومنتشر كثير في العراق وبالخصوص في بغداد، شنو يعني الزواج العرفي. شنو الزواج العرفي عندكم منتشر بزاف، سمعت عليه وتفرجت في ريبورتاجات بيعملوها عليكم، ما عرفتش صح ولا غلط يعني، كيقول لك يعني شنية شنية الزواج العرفي. قصدك نحبك تصحح زواج المعلومة دي. تقليدي؟ نو، مش زواج تقليدي لا. يعني واحد بيحب يتزوج بواحدة 4 أيام مثلا، بيعطيها مهر بتاعه ويعمل معاه زواج يعني، ورق زواج عرفي. ها قصدك فهمت كيف؟ وين حسون شو اسمه؟ زواج متعة. ها وي 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 اوكي ماشي عادي. اي صح موجود. صحيح منتشر كثيرا يعني، بيستغلوا ضعف النساء اللي لا ما لا لا عندهمش. لا ما كان يستغل، ما كان يستغل بالموضوع. لا 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 بنت، اي بنت هسه مثلا انه برضاها يعني، برضاها. لا زواج شيخ موجود يعني، شيخ وتقديم زواج طبيعي يعني، تمام. لا اسمعني اسمعني، انا سير معي، انا استسمح لاخوان العراقيين اللي بيتبعوا اللايف يعني، واستسمح بزاف يعني، انا ما عندي معلومات غير حبيت نعرف، تفرجت في ريبورتاج لا يعني لا عن عادي اسمع اسمع، انا مره من مرات زواج متعه. ليش الزوج مزوج متعه؟ انه هي حلال عندنا احنا بشرعنا اوكي. حلال. ليش؟ احسن ما اروح ازني، تمام. الزوج متعه احسن لي برضاتها. زواج شيخ، تمام. عقد كامل، زواج كامل عقد توافق عليه مثلا مده اسبوع، وراها اطلقها بالثلاث، البنت تلزم عده مده 40 يوم ترجع تتزوج طبيعي يعني، ما فيها شيء.
ولكن بس المرة إذا حبلة صارت من عندك لا بذيك الساعة أنه لازم ترجع وتأخذها على سنة الله رسوله قدام كل البشر. أوكي. وبيتدخل فيكم يعني الشيخ، هو اللي بيتزوجكم يعني الشيخ لازم يكون. أكيد الشيخ أكيد. أوكي. دابا هذا الشيخ هو هذا هو مربط الفرس، هذا الشيخ اللي بيزوج الزواج المتعة ده هو اللي بيتاجر، هو اللي بيتاجر فيه يعني. بيجيه واحد يعني من الخليج، بيجيه واحد يعني من عنده فلوس، عراقي عنده فلوس، بيقول له جيب لي يعني شابات صغيرات وهذه، بيجيب لا 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 شاب. هي موجودة أماكن محددة مثلا، من ما يقول أنه يسألون ويروح أنه يجيبون الشيخ يغلبون على البنت، وطبيعي يعني طبيعي. ولكن أنت أنت سبق لك يعني جربت الحكاية دي؟ أي جربت كم مرة؟ مرة واحدة لا أكثر. أنت دائما على لا. مرة واحدة. وليش بحياتي مرة واحدة صار؟ ونسألك البنت كانت يعني جميلة؟ جميلة أكيد جميلة. وليه ما تخليها معك على طول يعني تكون زوجتك على طول وتولد مع أبناء؟ ثواني حسوني ثواني. لا مو شرط أنه أكون، لأن أنا مثل ما يقول أنه بعدني كيف؟ يعني تفهم كيف؟ البنت أكبر مني وزي كل اسمه زواج متعة، يعني بدل ما تروح تزني الله الشرع أو سيدنا محمد أنه ذاكر أنه الزواج المتعة طبيعي، فمسألة طبيعية يعني. بس يعني تخليها معاك وما تضيعها يعني، تبقى معاك وتسترها يعني ويكون أحسن طبيعي. يكون أحسن لا لا يا